حبايبي السلام عليكم. بما انه موضوع توصيل طلبات الاوبر والاشياء الثانيه توصيل الاكل، وهاني حاليا سوي طلبيتين طبعا او الاحرى 3 طلبيات، حبيت اسوي فيديو جديد واشرح لكم مواضيع تهمكم وتهمني في نفس الوقت. خلينا ننزل اول شيء المناظر. طبعا قبل شوي كانت طلعت الشمس، هسه ما شاء الله الشمس راحت، بس الجو جدا حار، يعني 20 درجه حراره 20 تقريبا حاليا. غرفتي هاي التصوير هاي اشتغل بيها اكثر شيء، او اسوي بيها فيديوهات وفلوج والى اخره. طبعا ما شاء الله صار حرب الشوارع، كانما واحد ذاب قنبله متفجره. خلينا نخلي هذا هنا على مود يشحن. بعد شوي همات حيجي محمد السوري، همات يمكن يجاوبكم على بعض الأسئلة أو يجاوبني على بعض الأسئلة، ونطرحها هذا إن شاء الله بهذا الفيديو. الأشياء اللي هي تهمنا أو تهمني وتهمكم، إيش قد واحد يكسب فلوس بالأوبر إيت أو بالتوصيل طلبات الأكل. محمد دق الجرس لهذا السبب، حبيت أفتح له الباب. طبعا الأسئلة مثلا نطرحها إحنا، هل يا ترى الإنسان يقدر يشتغل بالأوبر إيت أو بتوصيل الناس بالأوبر بالصيف؟ مربح ما مربح؟ ايش قد انسان يطلع بالصيف؟ يعني رايي توصيل طلبات بالصيف جدا قليل، يعني والموضوع يعني قليل فلوس فيه. ولكن اليوم حبيت اجربه، اليوم حبيت اشتغل بالاوبايد. طبعا اني وصلت اول طلبيتين حاليا اني اونلاين، طلعت 13 يورو و19 سنت. قبل يومين هم اشتغلت تقريبا ساعه ساعتين، وطلع باليوم تقريبا 30 20 يورو. طبعا انا حاليا ما اشرب لحد هاي الدقيقه ولا قهوه ولا اي شيء، تشوفون هنا صايره ملحمه. فان شاء الله احسوي لي اول شيء قهوه، اشرح لكم بعض الاشياء، شنو هو الروتين مالتي، يعني شنو هو الاشياء اللي اسويها باليوم، يعني شنو هي جدول مالتي للاعمال، شو اشتغل، وهالاشياء اللي ان شاء الله حنجاوب هذا الفيديو والى اخره. فقول يا الله خلينا نبدا بالفيديو. وهذا ابو حميد اجى هو وجربته باللي في غمبي، ما شاء الله نجم. ها حبايبي، محمد حاليا هو مسوي نفسه اونلاين بالفغندو، بس ما بطلبيات، وانا جتني طلبيه بالاوبر ايت. طبعا هاي الطلبيه الرابعه، طلبيه واحده ما قدرت اسويها اللي هي طلع المطعم مسدود، فاضطريت انه الغيها، يعني ما غير حل. راح اجيب طلبيه من الصيدليه تبعد عني تقريبا 16 دقيقه. قولي يا الله، اللي يهتم بالموضوع يحب يعرف مواضيع توصيل طلبات، بما انه توصيل طلبات بالنسبه لكم جدا مهم، بالنسبة لي همات يقدر الإنسان يطلع يشتغل يطلع فلوس باليوم بالأوبر إيت، توصيل طلبات، أشغال ثانية وإلى آخره. شنو هو روتيني؟ يعني روتين مالتي، قصدي يعني أعمال اللي أسويها باليوم، إيش قد أصرف فلوس على نفسي، إيش قد أشتغل، كم ساعة أشتغل بالأسبوع وإلى آخره. كل الأشياء هاي إن شاء الله بهذا الفيديو حأشرحها. بعض الأشياء همات الأشياء اللي أسويها أني وهي الأعمال التطوعية، هاي الأشياء تفيدني. على سبيل المثال اما اطلع ويا محمد البارحه، ويا محمد عزمني ويا اهله، طلعت شويه تونست، صورت صور، اكلنا شويه شوي باربيكيو. شلون الاجواء؟ اقسم بالله حلوه. فهاي الاشياء تلعب دور يا جماعه الخير، كل الاشياء اني كاتبها بالجدول مالتي بالتقويم، على مود اعرف شنو هو الثاني او شنو هو الشيء اللي حسويه بالمستقبل، حتى اقدر اخطط استغل الوقت قدر الامكان. فقولوا يا الله، اللي يحب يعرف هالأسئلة، يحب يعرف الأجوبة، يحب يهتم بهالمواضيع وإلى آخره، خليه يتابع الفيديو للأخير. يلا حبايبي، طلع بالبرنامج إنه لازم أوصل طلبية ورا تقريبا نص ساعة، فعندي وقت، فحبيت أوريكم بعض الأشياء بالمالتي التقويم أو بالجدول مالتي جدول الأعمال. طبعا أكو موضوع جدا مهم يا جماعة الخير، وهو الشغل، العمل والعلم، العلم والعمل، هاي الأشياء جدا مهمة بالنسبة لي. نفس الوقت الاهتمام بالنفس بالصحة، هاي الأشياء جدا مهمة. العبادة هاي شيء ما ينسى، يعني مفروض الإنسان يعني يعبد ربه، مو بس بالصلاة، مو بس بالزكاة والأشياء الثانية، ولكن يعبد ربه بنفسه، يعني بعقله، يذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا مواصلة، يعني التواصل ويا الأهل والأقرباء، هاي يعني هاي أشياء هي تميزنا كعربي يعني وإلى آخره. فحبيت اذكركم هذا الشيء يا جماعه الخير. بالتركي يقولون العمل اسمه بالتركي ايش معناته عمل، work بالانجليزي، بالالماني يقولون arbeiten يعني شغل.
تشتغل. كل الاشياء يا جماعه الخير بالنسبه للعرب وبالنسبه للالمان للاتراك للاجانب عاميه الشغل جدا مهم. فهو هذا مقصدنا من هذا الفيديو يا جماعه الخير، انه الانسان يشتغل يسعى انه يتعلم. طبعا محمد من قبل تقريبا نص ساعه اتصل بي قال لي محمد شنو الاشياء اللي هي تطوعيه الانسان يقدر يقدمها على مود يفيد نفسه ويفيد روحه وجسده ويفيد المجتمع ويفيد مستقبله همات. فصراحه السؤال جدا عجبني فحبيت اطرح هذا الشيء نفس الوقت بالفيديو. خليني اوريكم جدول الاعمال مالتي. هذا جدول الاعمال، طبعا بالالماني مكتوب كالندا. شو انت طلبيه محمد؟ انت طلبيه اعتقد طلبيه. يلا قول يا الله. يا جماعة الخير طبعا واحد يسافر، أنا سافر إن شاء الله لليونان قريبا. هذا الشغل تصوير تصوير تصوير، طبعا اتصال بالأهل، يعني أتحركش بيهم، أشتغل مثلا بالتسنجوب، هذا البرنامج اللي شرحت لكم عنه هنا، مثلا على سبيل المثال هنا سوشيال ميديا أوبر إيت وإلى آخره، تصوير ستريت فوتوغرافي وإلى آخره. هذه الأشياء طبعا أخليها يوم الأحد، يعني يوم مثلا يوم عيد الأم. والله ما كنت اتوقع ان يوم عيد الام، ها بالالماني يمكن عيد الام هنا يعني يختلف شويه. المهم اشتغل مثلا على سبيل المثال الصبح، يعني عندي مثلا هاي موعد مالتي مال الدكتور، على سبيل المثال عندي مثلا اروح للسينما اشوف فيلم جديد، يعني مو بس اشتغل ولا بس اتعلم ولا بس اقضي وقت ولا يعني انوع. مثلا على سبيل المثال هاي مال الاطفائيه، انا اروح للاطفائيه اتعلم اتدرب للتطوع، يعني هاي مثلا هذا الشهر عاميه انا اسوي هذا الشيء بالتليفون مالتي. تشوفون هذا الشهر الرابع والشهر الثاني ماكو شيء باللابتوب، لان ما احب باللابتوب، احب بالتليفون اكثر شيء. على سبيل المثال هسه مثلا شهر 12 السنه اللي فاتت تشوفون ما شاء الله مليان ملي، يعني ما عندي اي فرصه استغل الوقت قدر الامكان. وهذا الشيء يخليني يميزني، يعني انه اقدر اسوي اكثر واستغل الوقت واتقدم بحياتي الى درجه انه اكون فرحان اشكر ربي على هذا الشيء والى اخره. طبعا خلينا نروح نتوكل على الله نجيب الطلبيه. محمد هم عنده طلبيه ناخذكم ويانا. طبعا اكو شغله اذكرها بالفيديو يا جماعه الخير، اكو واحد كتب علق الاستثمار حرام. لو كان الاستثمار حرام ما كان في شركات يأسسوها بالوطن العربي بالخليج بالسعودية بالإمارات وإلى آخره. يعني خلي الإنسان يفكر بالموضوع شوية قبل ما يعلق، يعني هذا الشيء يعني صراحة قلة العلم، إحنا معروفين يعني معروفين بقلة العلم أو معروفين بالمبالغة يعني. فقبل واحد ما يعني يستعجل ويكتب تعليق خلي يفكر شوية شنو نتيجة هذا التعليق، أو ليش أنا أفكر هيك، يعني ليش أفكر إنه الاستثمار يكون حرام يعني أو هالأشياء هاي. يعني خلي واحد يفكر شوي قبل ما تعرفوا أنت شو قصدي. باقي حننزل إحنا. طبعا أنا فكرت شلون أستغل الوقت وقت ما يكون ما عندي طلبية، فأخذت الكاميرا وياي راح اصور الناس وقت ما يكون ما عندي طلبيه، يعني واقف بالشارع اصور اي شخص اي شيء واعطي هاي الصور ان شاء الله بالانستغرام. محمد اول شيء يطلع وانا وراه ما راح اطلع. صراحه الجو حلو والله حبايبي، والله حلو. هاي ايش اسم السياره؟ ها جتني طلبيه ثانيه تشوفون، ها طلبيتين صارن، هاي طلبيتين صار عندي أنا. خلينا نشرح لكم موضوع جدا مهم يا جماعة الخير. الشغل الحر أنا جدا أحبه، يعني ما أحب أشتغل يم شخص أو يم شركة إلا أسباب يعني خاصة، أو يكون الشغل بالنسبة إلي يعني إيجابياته أكثر من سلبياته، ها فأحاول إن أشتغل. ولكن الأكثرية ما أحب أشتغل يم شخص او يم شركة. طبعا انا اللي غير طلبية يا جماعة الخير مال الصيدلية، ليش؟ لان يعني انا تذكرت كل ما وصل طلبية الصيدلية فلوسه جدا قليلة يعني، وهمات نفس الوقت بعيدة جدا، فتركتها انا صراحة لغيتها الطلبية
وسبحان الله هذا الشيء طبعا سويته بشيء يعني تعمدا لغير الطلبيه، وراها جتني طلبيتين، جتني طلبيه قريبه جدا علي هذا الماكدونالدز، وورا ما طلعت ثاني جتني طلبيه ثانيه. فهذا الشيء يكون ايجابي، المفروض الانسان يفكر شنو يحب، وين يوصل طلبيات، شنو هي طلبيات يحب يوصلها. يعني انا مثلا على سبيل المثال ما وصل طلبيات الكحول، ما وصلها. يعني انا اشوف دائما بالتفاصيل هل يا ترى اكو الكحول لو ماكو الكحول، اذا ماكو الكحول اوصلها، اذا ما اكو الكحول ما اوصلها. واكثر طلبيات مال ماكدونالدز ما بيها الكحول، يعني هذا الخمر. اكو شغله جدا مهمه حاب اشرح لكم اياها قبل ما انساها يا جماعه الخير، وهي انه توصيل طلبات، توصيل طلبات الاكل بالنسبه لي جدا ايجابي. ولكن اذا وصل طلبيات مثلا بال يعني اوصل ناس مثل التاكسي بالاوبر، فهذا الموضوع اصعب من امريكا والى اخره. الالمانيين او الحكومه الالمانيه تطلب اكثر اشياء جدا كثيره بال، يعني يطلبون اشياء انه انا ما موجوده عندي مع الاسف، يضخمون الموضوع جدا، يعقدوه. فلهذا السبب ما اقدر اسويه، او بالاحرى ما احب اسويه. الو، كيف الوضع عندك؟ لوين بالضبط؟ انا كمان يا اخي صار لي تقريبا نص ساعه منتظر على الطلبيه، طلبيتين يا اخي ما اعرف ايش اسوي. نص ساعه مليت من الوقوف والله. يا اسكت هينج مان. السلام عليكم. سلام، شو صحتك؟ بخير. كان شغابش ورا؟ ايوه كان شغابش؟ عربي؟ نعم. يعني كم سؤال سيغان ورا؟ افغانستان. افغانستان؟ نعم. ايش هاب قدعت وش عغابش؟ نعم. يفي افغانستان كانت عين ولا تسواي؟ عينو. ايش وات ايش وات اسون يتسا فاس ذات حلب شتونده هي في تسواي افتريقه. او ماي جاد. يا لتي مشونا بم. يا هذا هو المكان الذي يمكن يعني طول ها؟ تنقشل طول ولا طول يعني؟ يعني تقريبا فوق نص ساعة والله طول. صحيح والله، على قولتك يا محمد الواجهه لازم تكون احلى. يا اخي انتظرت فوق تقريبا نص ساعه والله انزعجت يعني. ها لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا يا اخي الحمد لله على كل حال، اهم شيء الصحه. طبعا راحت الشمس والهواء صار شويه بارد ها، بس الحمد لله الشكر مو برد يعني مثل الشتاء. يعني واحد يقدر يلبس يعني قميص نص ردن او هيك شيء يعني. حبايبي بعد خمس دقائق بنوصل الطلبيه الثانيه. طبعا جدا جدا تاخر بالطلبيه يعني،
يعني بحيث انزعجت انا واقف انتظر الطلبيتين. سبحان الله. طبعا هذا احد الاسباب السلبيه اللي تخليني ما احب اشتغل، يعني انه بعض الاحيان تقضي نص اليوم بس بالانتظار. يعني طبعا الجو يلعب دور كبير، ها يعني الطقس اذا كان الطقس جدا سيء فيعني الواحد يتكاسل ما يحب يوصل طلبيات، لان انا احب اوصل طلبيات بس بالبايسيكل. طبعا اذا كان ثلج مطر اي شيء اوصل، بس بعض الاحيان اتكاسل والله يا جماعه الخير، لان الطقس ما يدعم، ما يخلي واحد يحفزه على الشغل. المهم الحمد لله على كل حال نوصل الطلبية الثانية، وبعدين نشوف هل يا ترى نصور شخص ما نصور شخص، اكو شخص يلفت الانتباه. طبعا اكو واحد لفت انتباهي صراحة يا جماعة الخير، وانا كنت بالمطعم، ولكن اللي دا انتظر على الطلبية ما قدرت اصور. ونفس الوقت الشخص كان شرطي، يعني ينتظر طلبيته ولابس لبس شرطي بس يختلف. اعتقد انه ثيابه هي تكون ضد المطر، لهذا السبب انه ثيابه تكون مختلفه. يعني المهم وانا حاليا طبيت طلعت، والله اعلم سويت. يلا ها توكل على الله وروح على اليمين. طبعا اليوم يا جماعه الخير هو يوم الاحد، وانا يوم قررت انه اوصل طلبيات تعمدا بسبب انه يوم الاحد بس. انا اعرف الطلبيات عامية بالصيف تكون قليلة جدا والشغل يكون جدا قليل، يعني من ناحية توصيل الطلبات او الشغل عامية يكون قليل، لان موسم الصيف الناس تطلع بنفسها تمشي تتسوق والى اخره. فلهذا السبب يكون طلبيات جدا قليلة او الشغل عامية جدا قليل. ولكن انا اتذكر دائما يوم الاحد يكون طلبيات جدا كثيره، فقلت خلاص اجرب اليوم، مع العلم انه كان يعني الخطه مالتي او اليوم يعني حبيت البارحه بالليل انه اطلع بالبلم بالقارب واصور الناس واني بالنهار، فغيرت رايي لان حابب اسوي فيديو بخصوص توصيل طلبات. الاكثريه يحبون توصيل طلبات، يعني فيديوهات توصيل طلبات، واكثر الفيديوهات ما شاء الله عندي يعني مشاهدات هي توصيل طلبات. فقلت يا ربي اسوي شيء يفيدكم ويفيدني، وهم يعني استخلص شيء جديد. هل يا ترى توصيل طلبات بالصيف يفيد ما يفيد؟ هل يا ترى توصيل طلبات بالصيف يطلع فلوس حلوه على الاقل ايجار او اكل وشرب لو ما يطلع؟ فهاي الاشياء، هاي الأسئلة حبيت أجاوب عليها أني بهذا الفيديو. إن شاء الله ما خيب ظنكم يا جماعة الخير. أكو واحد كتب تعليق كلش حلو، يقول إنه أريد أخترع كلمات شو اسمه عربية. هو هذا الميزة اللي بيها أني يا جماعة الخير، إنه أني ما أعرف أتكلم اللغة العربية الفصحى مثل العاديين، بسبب إن ممارستي للغة يعني الألمانية وغير اللغات، فصارت اللغة العربية بالنسبة لي جدا مكسرة مع الأسف. المهم خلينا نروح على اليمين، ممكن أوصل اليوم طلبيات تقريبا 8 ساعات 10 ساعات. نحاول نكثر الموضوع قدر الإمكان، يعني 12 ساعة، خلينا نشوف الله كريم، قدر الإمكان نوصل طلبيات ونشوف ايش قد نطلع فلوس ان شاء الله. طبعا هذا الشيء انا اسويه نفس الوقت لما ارجع للبيت، اذا ما عندي طلبيه ارجع للبيت او اصور ناس من الشارع ارجع للبيت، ممكن اشتغل على الفيديوهات مالتي يعني مال يوتيوب، انه استغل الوقت او اصور الناس بالشارع على مود ما اظل واقف واضيع وقتي. سبعة وعشرين. Mm-hmm.
Hi. Es hat so lange gedauert, dass ich selber sogar genervt war. Ja? Ja, naja, sorry. Ciao, ciao. نشوف والله قد صارت اربع طلبيات اعتقد المفروض خمس طلبيات بس يلا شو اسوي يعني مثلا هاي الطلبيه انا وصلتها او بالاحرى رحت للمطعم طلع المطعم مسدود 12 يورو اعتقد 12 يورو على طلبيتين يعني الصراحه صار الفلوس جدا قليله قبل بالشتاء يطون بالطلبيه اقل شيء 12 يورو 13 يورو بالطلبيه الواحده والله مره بعض الاحيان 20 يورو بس حاليا 12 يورو طلبيتين جدا قليله صراحه فحبيت اعطيكم يعني رايي يعني زين وين هذا المدخل انا نسيت والله منين جيت خليني نخلي التليفون هنا أنا. على مود اذا جت طلبيه نقدر ناخذها بسرعه ها منا اعتقد ف يعني توصيل طلبات بالأوبر توصيل الأكل توصيل طلبات الأكل بالأوبر بالبداية كانت جدا هواية يعني طب الطلبية 15 يورو 12 يورو 20 يورو حاليا بالصيف تقل فلوس الطلبية بسبب إن قلت الطلبيات فتكون الطلبيات جدا بسيطة يعني ما بيها فلوس هواية يعني صار موصل أربع طلبيات 25 يورو جدا قليلة والله بس اهم شيء الحمد لله على كل حال يعني هاي يعني الحمد لله شكر طبعا الطلبيه اللي رحت عليها اني اللي هي همت مطعم يعني طلع المطعم مسدود يعني مطعم ما مفتح يعني ما فاتح ف اضطريت انه اقول انه المطعم ما فاتح ها جتني طلبيه طبعا انتم ما سمعتوا الصوت لان حاط سماعه اني باذني المهم ف رحت للمطعم طلع المطعم مسدود اضطريت انه اقول المطعم مسدود ما اقدر اجيب طلبيه فلغت الطلبيه وانا شي بقالي كل شي ما يبقالي ما يطوني عليها ولا شيء ما يطوني عليها ولا درهم وهذا الشيء همات يعني انا اشوفه سلبي اذا انت مثلا انت تمشي بالسياره تصرف بنزين وبالاخير يطلع المطعم مسدود وهذا الشيء انا اعتبره سلبي الحمد لله على كل حال هاي حديقة يا جماعة الخير هاي واحد يقعد هنا يرتاح طبعا أنا مرة جيت هنا وصورت همات إن شاء الله حوريكم هذا الفيديو همات بعد اللقطات بالطيارة صورتها هنا أنا مسموح لي أصور بالطيارة بس إذا كنت قريب على المطار ما مسموح لي بسبب إن الطيارات تطير وهاي هي هاي همات قاعدة واحد يقعد يتمدد على ظهره هاي الباط جدا مكان حلو يعني للعوائل للأطفال همات اكو مكان مال لعب مال كرة السلة مال طاولة مطاولة وإلى آخره أعتقد إنه أني حاليا في المكان أو الطريق الغلط اقدر اروح منه هاي همات مرجوحه ما مرجوحه مكان مطوبه هاي عوائل هنا هاي سله ما سله هاي همات يلعبون بيها شطرنج هنا يلعبون بيها شطرنج اعتقد منه اي منه اعتقد الله اعلم والله ما عندي اي فكره وبعدين منا فهاي هاي صراحه يا جماعه هاي سكوتر اكرهها انا يعني مزعجه يخلوها بالطريق يخلوها هيك بالطريق مال البايسكلات او يرموها بالنهار يعني جدا مضره سلبياتها اكثر من ايجابياتها صراحه يعني ويصرفون مصر يعني يذبون عليها فلوس خصوصا يعني المراهقين يركبون هذا الشيء ويدفعون عليها فلوس ما يعرفوا انه هذا شيء يعني سلبي مو ايجابي
والله شنو على مود سهل وسريع اركب لك بايسكل، هم ما تحصل لك، هم ما تجمع فلوس، ما تصرف فلوس هواي، فش تسوي؟ هاي الحمد لله على كل حال. هو هذا الجيل الجديد زين. روح على اليمين، روح على اليمين. طبعا طريق مال البايسكلات سادي، فنضطر نطلع منه. ذكاء يعني، ذكاء ما شاء الله يعني. يقول لك الغباء مو موهبة، صار شو اسمه، صار الله أعلم تالنت على قولت الأجانب. وأكو شيء جدا مهم حابة أشرح لكم يا جماعة الخير بخصوص التصوير. أنا ما مسموح لي أصور كل شيء خصوصا الأشخاص. أكو هنا موضوع جدا مهم وهم يسموه معلومات الخصوصية، الخصوصية عامية اللي هي داتنشوت بالألماني. يا جماعة الخير يعني جدا مرهقة ومكروهة يعني، يعني ما مسموح لك تصور أي شيء. طبعا إشارة حمراء، يلا روح انطلق. يعني احاول قدر الامكان انه احاول انه ما تجيني مشاكل من هالموضوع هذا. الأكثرية يقول لك ليش تصورني، ما احب اتصور وهالاشياء هاي. طبعا كل من تفكيره، انا احترم هذا التفكير ولكن مزعج صراحة، مزعج يعني. فالمهم فعندي طلبيتين، طلبية بنية وطلبية ولد. البنية عامية يعني تعمدا ما صورت. ليش؟ لأكثر البنات لما صوراني واجيب طلبية للزبون تسألني تقولي ليش صورني وليش تصورني، وصير وقحة يعني، وقحة قدامي يعني، تتعامل معي بوقاحة يعني، وصيح علي وتروح تشتكي علي بالبرنامج. فأضطر أنه أسد الكاميرا وما أصور. يعني حتى لو كانت بنية حلوة أو مو حلوة، يعني كل الجهات مع الأسف النسوان هنا ما شاء الله شايفين نفسهم شوفة يعني، يعني كأنما هم يعني شغلة يعني. المهم الحمد لله على كل حال، فنضطر نتجاوز هذا الشيء أو نحاول نتجاوز هذا الموضوع وما نصور. بس أكو نسوان وأكو ناس يتفهمون هذا الموضوع وما يعدون مشكلة في هالموضوع هذا، بالعكس يدعموك ويخلوك تصور ويسألوك ويعني يشجعوك يعني على هذا الموضوع. فالناس يعني مختلفة يعني، مو كل الناس يحبون يتصورون الحمد لله على كل حال. وأكو مواضيع ما جدا مهمة بالنسبة لي يا جماعة الخير، وهو إذا أنا أصور لازم أعرف إيش جاي أصور. يعني أصور الشيء يفيدني ويفيدكم، لو أصور شيء يضرني ويضركم. فهذا الشيء بالنسبة لي هم يعني جدا مهم، أنا أحاول أدقق على هذا الشيء وأهتم بهذا الشيء. يعني إذا مثلا إذا طلعت بنية، طبعا هذا الشيء صار بي مرتين ثلاث مرات صراحة، يعني تطلع لي بنية ملابسة شيء يعني، ملابسة شيء يعني ما أدري يعني، يعني صراحة أنا أستحي، أنا أستحي وأنزل رأسي يعني صراحة. يعني هذا الشيء أعتبره إهانة بالنسبة إلي يعني. يعني هي حاليا هاي البنية أو الشخص أو الرجال، طبعا الرياجين ما شاء الله مو لابسين شيء، يطلعون بدون هدوم أبدا يعني، هاي أعتبرها إهانة يعني، يستهزئ بي يعني، يهيني. وهذا الشيء ما أتقبله أني، أكرهه. وبعض الأحيان يعني أتجادل وياهم، أتخانق وياهم، أتعارك وياهم على قولة العراقيين. أو بعض الأحيان أرمي طلبية مقابل الباب وروح بسرعة يعني، هذا الشيء يزعجني يعني. رجعنا نفس المطعم وطلبيتين طبعا يا جماعة الخير. تشوفون هنا ما شاء الله صار حرب الشوارع. فيلا غارتي يا شون هي؟ صالك ساعة واقف هون. يا إلهي يا إلهي، طلبيتين ها؟ طلبي واحدة. أنا والله طلبيتين همات بالأوبايت. أنت يمكن سريع. ها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ما شاء الله ما شاء الله يعني. تهام دي غشتك الريكورد عقب غوفي.
Ja? Ja, ja. Zum Warten lassen. Das Kollege, zwei Stück, ha? Zwei Stück. Zwei Stück. Muss warten. Ja, ich weiß, aber Saki Saki, ha? Schnell, schnell. Na ja. Na ja. Kannst du Arabisch sprechen, oder? Hä? Kannst du Arabisch sprechen, oder? Nee. Wo kommst du her? Türkei. Türkei. Ich bin nicht so, Türkei kann schon so Dinge. Ja, ah, oder? Bänder kann schon. 53 Jahre. Ja. Nicht so lang. Das bedeutet, bist du mittlerweile ein Hamburger. Ja, also mehr als ich Hamburger. Nee, du hast mich falsch verstanden. Nicht Hamburger, ich meinte Hamburger. Ja, ja, das sowieso. Zum Anweisen. Cheeseburger. Cheeseburger. 35 دقيقة يا جماعة الخير انتظرت. طبعا بالأخير طلع 4 دقائق بعد. أربع دقائق خمس دقائق يعني صراحة انزعجت والله شنو 35 دقيقة منتظر على طلبيتين خلص الوقت اليوم كله بالصيف الشغل صراحة ما أعتقد يعني جدا ممتاز ولكن أحسن من ماكو الحمد لله على كل حال يعني بالأخير يعطوك على طلبيتين 12 يورو أنا من رأيي يعني مو حلوة الحمد لله شكرا أنا حاليا بالبايسيكل يعني إذا كنت أنا بالسيارة لازم أمشي بالسيارة أصرف بنزين يعني المسافة همات مو بعيدة جدا معناته انه وصل طلبيات بمسافة 4 دقائق 5 دقائق بالسيارة يمكن اكثر طول يعني ازدحامات هواية اصرف بنزين هواية فانا شايف الموضوع انه بالبايسكلات احسن من السيارات والله خصوصا بالمانيا يعني طبعا يا جماعة الخير انا جبت الكاميرا وياي بس ما صورت ولا دقيقة لحد هاي الثانية لان ما يصير عندي وقت يعني اصور يا اما الطلبيات تجي عندي يا اما انتظر على الطلبيه فشي صعب يعني طبعا هذا الشيء جربته مرتين المره اللي فاتت هم ما جربته لما رحت بالقارب ويا امين وهمات ما صارت مع الاسف ما صورت لان ما صارت عندي فرصه اصور يعني انا فكرتي اني اصور نفس الوقت اما اوصل طلبيات يا اما انتظر على الطلبيه يا اما عندي طلبيه وهذا الشيء صعب مع العلم انه انا جربتها مرة والله وصلت طلبيات ونفس الوقت صورت وهذا الشيء طبعا يعني ممكن يعني مو ممكن يعني مو مستحيل لا والله ممكن صورت وصارت كلش حلوة الصور والاشخاص هم ما يتفاعلون وياي يشجعوني هذا الشيء جدا يعني انا احبه يعني يونسني ولكن مع الاسف مو دائما يحالفني الحظ يعني اني اصور ممكن وراء هاي الطلبيتين ممكن يصير عندي وقت اقدر اصور الله اعلم نشوف طبعا انا حاليا ما امشي بطريق البايسكلات امشي على طريق المشاة هذا الشيء طبعا ما مسموح لي ولكن على مود اختصر بالوقت شو اسوي احاول انه اخالف القانون شويه فانتوا لا تقلدوني يا جماعه هذا الشيء ما انصحكم به لان تاخذون علي غرامه يعني اذا شافكم البوليس يغرمكم الصيف ما شاء الله طبعا صاحب الطلبية نفس الشارع اللي أنا ساكن بيه يعني نفس الشارع اللي ساكن بيه نفس اسم الشارع فيوسبيتلشتغاسة زين 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 هاي، Boah, das hat sehr lange gedauert.
Kann man das sehen, oder? Das kannst du sehen, auch wo ich gerade bin, oder? Normalerweise? Ich habe nicht drauf geachtet, aber okay. Ich kann man so immer bestehen. Genau. Genau. Also ist eigentlich, ne, mit Fahrrad ist es viel schneller, weil es gibt hier Stau. Deswegen. Also das ist sogar gut. Ja. Ja. Ich wohne auch auf der Fürthbischstraße. Wie ist dein Name nochmal? Lennart. Lennart. So, erstmal die drei bitte. Danke dir. Also, ich kann das sehen, ja, wie weit der entfernt der Auftrag. Und dann entscheide ich selber, ob das mit Fahrrad oder mit Auto. Kannst du überlegen, dann wäre clever. Und weil ich mich auch gut in Hamburg kenne, danke nochmal. Dann weiß ich ganz genau, wo ich Stau gibt. Ja. Ich danke dir. Ich hab's dann. Ciao, ciao. Guten Appetit. Und dann ist ein Euro. Ein Euro. Sehen. Sehen, sehen. Sehen, du hast es ja. Sehen, hat er wen, hat er? دقيقة يبعد عني طلع قدام بعدين على اليسار هذا اعتقد شارع اعرفه بس انا ما اريد اقوم اخمن لان بالاخير راح اضيع لو اطب مكان شارع او اتاخر خليني اصل هيك احسن زين طبعا هم دام امشي على طريق مشاة هذا الشيء طبعا غير مسموح به ولكن طز لا والله أنا غلط أعتقد رايح بالاتجاه الغلط أنا طلعت رايح بالاتجاه الغلط شفتوا هو هذا السبب اللي يخليني أستخدم الخرائط لأن أنا إنسان يعني مو أقدر أحفظ كل الأسماء ما الشوارع براسي يعني مو رجل آلي أنا أحد الأشياء المهمة يا جماعة الخير وهو يكون عندك دائما بطارية أو باور بانك هذا عبارة عن بطارية أكسترا زائدا تشحن بيها التليفون لأن التليفون ما شاء الله يصرف شحن يرجع لي ورا وأنا هم دا أشحن البطاريات مال جو برو طبعا اشتريت بطاريات جديدة يا جماعة الخير أنصحكم بيها باللون الأبيض مو اللون الأزرق ما أعرف يسموها لندورو الله على شو اسمها بطاريات جدا ممتازة طبعا سعرها أغلى طبعا اشتريت لي بطاريتين وحاليا دا أصور بيها يعني تبقى تقريبا ساعتين أقدر أصور بيها زي لازم نروح على اليمين طبعا أنا أحب الأماكن السكنية هاي حلوة ما أحب الطوابق بس يلا شو أسوي هاي أماكن سكنية حلوة تقدر تقعد هنا تحط لك كرسي تشرب لك شغلة حلوة وإلى آخره ورخيصة همات ثواني هاي بدي شو؟ ليش تعبوا له؟ كل أبتيت؟ بس يشبكن تشاو تشاو زين خلينا نشوف والله المجموع ايش قد هسه احنا موصلين 6 طلبيات ها 35 يورو بس 6 طلبيات قبل كنت اوصل 6 طلبيات توصل تقريبا 80 يورو هسه 35 يورو طبعا هذا الشيء يا جماعه الخير بس يعني مصدر من مصادر رزقي انه اوصل طلبيات واحاول اجمع بعض الفلوس ولكن جدا قليله والله قليله قليله والله خلينا نشوف 6 طلبيات انا مسوي نفسي تقريبا 5 ساعات اونلاين ولكن تقريبا ساعتين انا اشتغلت 5 ساعات ساعتين 35 يورو ساعتين يعني ماشي حالها
احسن من ولا شيء يعني. يلا الحمد لله على كل حال. زين. وهاي الايام الباقية يعني 20 30 يورو 20 25 24 26 ايش تقريبا يعني. هاي مسواني بالاسبوع 134 يورو. هسه انا اروح اتجاه البيت بما انه انا قريب على البيت. واذا لقيت اي شخص يثير انتباهي بالطريق لابس لبس حلو او عنده بايسيكل او اي شيء يلفت انتباهي او طفل فاحاول اصوره بما ان الكاميرا يمي يعني بظهري انا يعني حاليا. وانا ما اروح بالاماكن الثانيه صراحه تعمدا لان الاماكن الثانيه جدا بعيده اول شيء، وبالاخير اكون مكان جدا بعيد وطلبيات ممكن تكون يعني مو بهالدرجه كثره يعني، فاظل بالمكان القريب على البيت يعني. ولا تنسوا ان طلبيات مال ماكدونالدز يا جماعه الخير اكثر من كل المطاعم يعني. مع العلم انه يوم الاحد مع الاسف انه يتاخرون لان يصير عليهم هوايه طلبيات يعني هوايه زبائن يطبون بالمطعم، فلهذا السبب الواحد ينتظر هوايه. هذا الشبع طبعا هذا شيء طبيعي يعني. يوم الاحد يكون اكثر الاحيان الناس تكون بالبيت يعني، فماكو اي شيء. ممكن العصريه يعني يكون ناس هوايه بالشارع يعني. تفكر والله يا جماعه الخير انه اروح بالبلن اروح بالقارب للنهر واقضي وقت حلو، انه ما مضطر انه اشتغل طول اليوم بتوصيل طلبات يعني. والله اوه شو هاي اللامبورجيني حلوه ها. لا القاعدة بصفها همات ما شاء الله. جاء تلعب ضائب ايش اسمه بشعره من ورا براسه. زين 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 لو اساسيا نحشش، احنا نحب نحشش العراقيين معروفين بالتحشيش. معروفين بالتحشيش وشعارنا لي فوق. اي واحد شوفوه شعره يعني مجمد شعره ومصعد لي فوق قولوا هذا عراقي. هذه قبل شوية أنا شفت 35 يورو أعتقد صح هو الرقم، صار 40 يورو و 66 سنت. معناته من كلامي أنه بعض الأحيان يطوك مبلغ معين وبعدين يصححون هذا الشيء، والأكثر الأحيان يزيد المبلغ مو أنه ينقص. فهذا الشيء طبعا هذا الشيء صار عندي تقريبا 4 مرات 5 مرات أنه يزيد المبلغ ما يقل، يعني يطلق مبلغ معين يقول لك هي هاي الطلبيه وممكن تجيك بعدين وراها تديك ترى بخشيش يعني انت خنقلت يعني اكراميه، فيزيد العدد يعني يزيد الفلوس تزيد. خلينا نشوف هسه صار 40 يورو 66 سنت، فهذا الشيء يعني ايجابي بالضبط. واحد اعطاني 5 يورو بخشيش يعني اكراميه بالانترنت. طبعا انا صورت بعض الناس البارحه اعتقد البارحه او اول البارحه، فهسه انا راح اشتغل على الصور وارفعها على الاونلاين شوب مالتي. هذا الاونلاين شوب ابيع الصور مالتي، مو كل الناس يشترون الفلوس يشترون الصور، اكو ناس يشترون الصور اكو ناس ما يشترونها. وعاميه هي هذا موضوع الصور وقت ما اوصل طلبيات اني مال الاكل اصور الناس وقت ما يكون عندي فراغ او ما عندي طلبيه او عندي وقت. هذا الشيء عبارة عن مثل المقبلات يعني، استغل الوقت اسوي شوية فلوس، ممكن تجيني فلوس ممكن ما تجيني فلوس واستفاد يعني من عندها. بعض الاحيان همات اسوي فيديوهات على التيك توك، اكو ناس يكتبوا لي بالتعليقات ليش ما اسوي تيك توك ليش ما اسوي انستغرام وفيسبوك وهالاشياء هاي. طبعا كل انسان له فلسفة بالحياة،
فلسفة بالعيشة يعني بالشغل بالأكل بالشرب بالصحة وكل الأشياء هذا. فأني عندي رأيي الخاص ليش ما أرفع فيديوهاتي على التيك توك. طبعا هذا التيك توك إله إيجابياته وسلبياته، واليوتيوب طبعا نفس الوقت. وأنا بعض الأحيان أسوي فيديوهات على التيك توك بس بالألماني، أصور ناس بالشارع، هي هاي الصور اللي صورها أني للناس اللي يشترون فلو يشترون الصور مالتي أو ما يشتروها. احاول اشوف قدر الامكان مني يعجبه مني ما يعجبه، مني يعطيني يسمح لي انه ارفع هاي الفيديوهات او اصوره على تيك توك اصعدها واشوف الناس. طبعا انا ما عندي هواي متابعين عامية، خصوصا يعني السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لي يعني عبارة عن هواية، يعني عبارة عن شغلة تسليني. يعني ان شاء الله بالمستقبل نتطور عن طريقكم يا جماعة الخير. اذا تدعموني تشتركون بالقناة وتعطوني هم رأيكم بالتعليقات، تشاركون فيديوهات أهلكم وأحبابكم، فهذا الشيء يدعمني. وحاول إن شاء الله مع مرور الوقت شوية شوية خطوة بخطوة إنه أتطور، أعرف شو أقدم فيديوهاتي، أسوي المونتاج، إلقائي، كلماتي، شلون أفيدكم، شلون تفيدوني، كل هالأشياء تلعب دور. فحاولوا تشتركون بالقناة يا جماعة الخير، لا تنسون وتفعلون زر الجرس، هذا جدا مهم، وتعطوني رأيكم بالتعليقات. يلا قولي يلا خلينا نكمل الفيديو. ممكن أكمل الفيديو، ممكن ما أكمل الفيديو، الله أعلم. فخلينا نشوف. مثل ما تشوفون يا جماعة الخير، أنا حاليا حاطة أونلاين الأوبايت، وهذا أنا أشتغل مع شوية حشتغل على الصور وعلى الفيديوهات مال اليوتيوب والأشياء الثانية اللي هي أني عمية أصور هواية، يعني شغلي التصوير. والماكدونالدز الأكثر الطلبيات تجي لي بالأوبايت هو يبعد عني من هذا الشارع تقريبا 3 دقائق بالبايسكل، يعني بالدراجة الهوائية. خليني أوريكم شغلة جدا مهمة بخصوص اليوتيوب. قولي يا الله. خليني نشغل أول شيء مالتي اليوتيوب اللي هو استوديو. طبعا هذا آخر فيديو أنا صعدته، صورت الرجال الأطفاء، وهذول أنا هم متطوع بالأطفاء حاليا دا أتدرب، والفيديو شافه 161 مشاهد، صار له تقريبا يوم كامل. طبعا انا احاول حاليا قدر الامكان الاستمراريه، واحاول اصور، يعني احاول ارفع فيديوهات قدر الامكان بين يوم ويوم، كل يوم والى اخره. ولكن اذا اشوفكم شغله جدا مهمه يا جماعه الخير، هاي الفيديوهات، هذا الفيديو وهذا الفيديو الثاني والثالث والرابع، هاي الاربع فيديوهات ما شاء الله ده يرتفع، يعني ارتفاع مو طبيعي، لان توصيل طلبات. فأنا رأيي يا جماعة الخير، مو كل شيء هو توصيل طلبات هو يعني مهم من رأيي. يعني اكو توصيل طلبات يا جماعة الخير يعني بي سلبيات الانسان ما يعرفها. فأنا من رأيي انه انا دا اسوي لكم فيديوهات ثانية بخصوص مثلا السياحة، بخصوص السفر، بخصوص مثلا رياكشن يعني ردة الفعل، بخصوص مثلا شغل ثاني اشتغل بالسيارة، او اوريكم هامبورغ عامية، او اعطيكم نصائحي من ناحية الشغل والى اخره. فهي الاشياء جماعة الخير انا رأيي بها ان الواحد لازم يحاول ينفتح، يعني يحاول يفتح عقله، يحاول ينفتح للامور الثانية، او الله اعلم شلون اشرحها، انه يحاول يفكر بغير طريقة، يعني ويحاول انه يخلي تفكيره واسع على قولتهم. لما نفتح هذا الفيديو، طبعا هذا الجزء الاول قدر الامكان يوم الاحد تحدي اشتغل بتوصيل طلبات، ولما نروح مثلا على المعلومات تشوفون ما شاء الله لحد هسه دا يصعد الفيديو هذا. مع الاسف الفيديوهات الثانيه ما جاي يصعد. ليش؟ لان الاكثريه يهتمون بس بتوصيل طلبات، وانا من رايي انه هذا الشيء يعني مو جدا حلو، الواحد لازم يحاول يفكر اشياء ثانيه. خليني اوريكم مثلا شنو اهتماماتي باليوتيوب، يعني شو اشوف انا باليوتيوب. اكثر الاشياء طبعا بالالماني، معلومات عن السياسه، عن الحياه، الكره الارضيه، كل الاشياء تخص الانسان، الاحتباس الحراري، طبعا الشغل نفس الوقت، همات المونتاج، ما مونتاج، القصص، الاخبار، طبعا السياحه هذا شيء جدا يهمني. وبعض الأحيان ما أشوف فيديوهات مع الأفلام، يعني وإلى آخره، أفلام عربية. هنا مثلا هذا فيلم وثائقي بالألماني أو بالعربي، هم ما أشوف همات
افلام كرتون الله اعلم يعني اشياء بسيطه مثلا عندك الـ 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 بالبنايات يعني بالعقار مع عقارات هالاشياء هاي تهمني طبعا. شو بعد يهمني؟ شو يهمني بعد مثلا اشياء مضحكه توصيل طلبات همات الدين ولا دين يعني احاول اعلم نفسي قدر الامكان يا جماعه الخير مو بس انا اسوي فيديوهات لا هم اتعلم من اليوتيوب واحاول انفتح لافكار ثانيه اوسع تفكيري واشوف شنو اللي يفيدني وما يفيدني. طبعا اكو فيديوهات يا جماعه الخير يعني ما تخطر على بال اي انسان مثلا هذا الشخص المصري اسمه كبريت بلس ايوت اعتقد هذا الحديدي الله اعرف يسمى مخبر الاقتصادي مكتوب هنا أنا. هم اشوف فيديوهاته بعد الاحيان يعني مو كل الناس اشوف فيديوهاتهم ولكن قدر الامكان احاول انه اثقف نفسي واعلم نفسي. مو كل ما اتابعهم انا اتابع مثلا جو حطاب اتابع ابو فله اتابع اشخاص ثانيين مثلا على سبيل المثال هذا شو اسمه مستر بيست او بيست الله اعلم اني هم اتابعه لان فيديوهاته الاخيره جدا عجبتني باختصاص انه يساعد الناس او يحاول ان يوديهم للمستشفى ويحل مشاكلهم من ناحيه النظر او السمع هذا شيء جدا انا ادعمه وهذا الشيء هم تابعته همات. فيعني يا جماعه الخير الانسان لازم يفكر شنو الوسائل اللي تخليني اقدر اشتغل واحاول اطور من حياتي الماديه الحياه الصحيه الاجتماعيه وهالاشياء المهمه. طبعا اكو اشياء جدا حلوه همات بخصوص انه الانسان يفكر انه خلي ثواني انه باوروبا احسن شيء كل شيء 100% واكو شغل واكو فلوس وكل هالاشياء ولازم اروح لاوروبا ويلا اقدر اشتغل واطور من نفسي وصير حالتي الماديه جدا ممتازه. فصراحه انا اعتذر من هذا الموضوع ولكن هذا التفكير غلط يا جماعه الخير. هذا الشيء طبعا اسويه انا نفس الشيء انا همات اشتري اشياء غاليه الى درجه واظن انه لما اشتريها راح ابلش اشتغل واطور من نفسي وبالاخير اشتريها وتنضم بش اسمه بالكنتور او اخليها بالمخزن وخلاص راحت عليها فلوس يعني ذب فلوس بالبحر. فهذا التفكير يا جماعة الخير غلط. الانسان يقدر يبدأ حاليا بهذا يومنا من اشياء بسيطة يعني مو شرط انه يشتري كاميرا يقدر يصور همات بالتليفون يعني هذا الشيء عادي يعني يصور فيديوهات على اليوتيوب مو شرط يروح دولة ثانية ويكون نفسه لا يقدر يبلش من مكانه. هو هذا الشيء انا تعلمته بحياتي يا جماعة الخير والله كنت اعتقد انه اذا اروح مثلا تركيا اروح لالمانيا اروح ايش اقدر ابلش حياتي. صراحة هذا التفكير غلط والله تفكير غلط. صح انه انا غلطت وتعلمت وقعد على وجهي وقمت مرة ثانية ولكن هذا الانسان تفكير الانسان اكثر الاحيان مع الاسف غلط. فنصيحة من عندي يعني لا اكثر ولا اقل. زين شنو الأشياء بعد اللي هي تهمني مثلا على سبيل المثال السيارات هنا مثلا واحد ها هذا عامل بناء ليوم كامل ديالا وارف هذا الشخص جدا أحبه وأدعم أعتقد أنا متابعه إيه متابعه ومفعل هم زر الجرس يا جماعة الخير فيديوهاته جدا حلوة يعني يعطيكم تجربة ووجهة نظر عن الشعب السوري شلون عايش. هاي جدا عجبتني وهذا الفيديو حابة اشوفه ان شاء الله في المستقبل. طبعا فيديوهات ردد الفعل مع مرور الوقت ما سويتها مع الاسف لان ما عندي وقت هواية. المهم تعلم اللغة الالمانية هاي الاشياء هاي مثلا هذا يسوي فيديوهات بالغابة ومغابة والتحديات تخلي الإنسان يفكر بأشياء يعني أشياء مختلفة وإلى آخره. طبعا أكثر الأشياء اللي أنا أتابعها هي أخبار أشياء تفيدني يعني عامية خصوصا الاستثمار هذا الشيء جدا يفيدني يعني. هاي مثلا هاي الصور الأشخاص أنا صورتهم قبل أسبوع أسبوعين. طبعا يا جماعة الخير أعتقد إنه هذا الشيء كافي لهاليوم. اعتقد انه وصلنا الى نهاية الفيديو. اتمنى يا رب فاتكم هذا الفيديو من كل النواحي يا رب ضحكتوا وياه يا رب استفادتوا اي شيء من عندي هذا الشيء طبعا ما اعرف احكي. المهم لا تنسوا تشتركوا بالقناة يا جماعة الخير خلينا نوصل للالف متابع
وشوف الفيديوهات للاخير. هذا طبعا هذا الشيء هم ما يفيدني، اذا كل ما شفت الفيديو للاخير او كل ما شفت من بدايه للاخير هذا الشيء جدا يساعدني. فاتمنى يا رب انه لا تنسون تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. اتمنى لكم الصحه والعافيه. طبعا انا اعتقد انه هذا الشيء هذا اليوم كافي. انا حبيت اليوم اروح امات بالقارب بالبلم. طبعا الجو برا اعتقد انه مو جدا يلائم اني اروح بالقارب، الله اعلم، خلينا نشوف. فاتمنى لكم الصحه والعافيه. يلا كافي لغينا هوايه، السلام عليكم. شوفوا يا جماعه الخير، هذا الفيديو اللي اكثر مشاهدات وصلت عندي، يعني هذا الفيديو سويته ويا محمد، اول فيديو توصيل طلبات مال اوبر. شوف يا جماعه الخير، شوف هذا الفيديو تقريبا كم مشاهده وصل؟ 3760 مشاهده. لما نروح مثلا على المشاهدين نشوف هنا بدون اشتراك بالقناة 95.8% والمشتركين بالقناة 4.3%. مو حرام عليكم؟ والله حرام عليكم. فاشتركوا بالقناة يا جماعة الخير، يعني صراحة هذا الشيء يعني محبط شوية، ويعني يعني انا رأيي انه انتو ايش خسراني، يعني ما خسران شيء، يعني ما تدفع شيء ولا درهم. بالعكس تدعم نفسك وتدعمني يعني. فاشتركوا بالقناة يا جماعة الخير. يا إله إلا الله، والله يعني صراحة الرقم جدا عالي، يعني 95% يعني صراحة عالي، والله عالي عالي والله. لا زعلتوني والله من عندكم، والله زعلتوني. يلا السلام عليكم حبايبي، رجعت لكم واني حاليا خلصت المونتاج مع الفيديو. حبيت اضيف شغلة مهمة من ناحية البرنامج الاوبر. طبعا انا اعرف ان الفيديوهات مالت جدا طويلة وانا اشرح بالتفصيل الممل، طبعا هذا الشيء تعمدا. المهم مثل ما تشوفون انا حاليا بيوم ثاني، وحبيت اشوفكم ايش قد عندي، ايش قد طلعت فلوس اني. طبعا طلعت مبلغ رهيب تقريبا 123 يورو بهذا اليوم. هذا اليوم ما كملت، ما رحت بالبلم بالقارب، ولكن كملت الشغل بالبيت وبالأوبايت. اشتغلت تقريبا 13 ساعة و 18 دقيقة، وهذا الشيء بالنسبة لي جدا مربح لي. أنا اشتغلت 4 ساعات تقريبا بالأوبايت والباقي كله بالبيت.